حان وقت فرش الملاية يا جدعان، ومواجهته بأنه ضيع وقتنا وبأنه مش أحسن حد في الدنيا، وأن عيوبه فعلا لا تطاق، وأن كتر القسوة علمنا القسوة. لازم يعرف أن عمره ما ملأ قلبنا ولا حتى عنينا. لازم يعرف أنه لو كان في يوم فوق الراس فكان عشان إحنا اللي حطيناه هناك، لكن لو كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. أنا ضد فكرة الفضايح ونشر الغسيل، لكن الأكيد أني مع فكرة أن الست لازم تاخد حقها وما تسكتش. لازم يجي لحظة وتسردي فيها كل عيوب اللي جرحك وبوز عليك عيشتك وقصة حبك وأحلامك وطموحاتك اللي كان نفسك تعيشيها معاه. حتى لو واجهتيه بعيوبه دي ما تخرجيش من العلاقة إلا وإنتي واخدة حقك، حقك في أنه يعرف أنه ما كانش يستهلك. مجرد معرفته بعيوبه هتجرحه، وإن كان في ناس برضو ما عندهاش دم.